تستمر أزمة دواء السرطان في البصرة دون التفاتة حكومية لتوفير الدواء للمحتاجين رغم مناشداتهم المتكررة. ناشطة بصرية سجلت هذا المقطع من مستشفى الطفل في المدينة داعية الإعلاميين والشباب إلى المشاركة والضغط لإيصال أصوات الأطفال في محاولة للفت انتباه الحكومة لأوضاعهم الإنسانية في ظل نقص الدواء. فنشاهد. طبعاً إحنا اليوم راح نفوز هالوحدة، واليوم البصرة أقوى والمحافظات الجنوبية أقوى من قبل. لازم نرجع حقوق هاي الأطفال، ووعد عندنا إنه هاي راح تكون هي قضيتنا وهي الهدف مالتنا. لازم نوصل صوتنا لأعلى مستويات كل للجميع من صغير لكبير، الكل مسؤول عن هاي الشريحة، سواء كان مسؤولين، ناشطين، مثقفين، باحثين، دكاترة، مهندسين، إعلاميين، الكل مسؤول عن هاي القضية، هي قضيتنا. واليوم لازم ننقذ الأطفال، نوفر لهم كل احتياجاتهم، واحنا عد وعدنا راح ننطلق، وانطلاقة راح تكون جدا قوية وضغط كبير على الحكومة الاتحادية والمحلية. لازم يعطونا حلول خلال أسبوع. أسبوع راح تنفذ الأدوية من المستشفى، ولازم يكونوا حل سريع جدا. هاي الأطفال أمانة عندكم.